تفضل دكتور سلطان، ايش اللي صار اليوم؟ الحقيقه ابها رغم الرطوبه ها صمد صمد ل بس اخر 10 دقائق لا الاهلي صمد ولا ابها صمد. اول شيء المباراه فيها تفاصيل بسيطه من بدايتها. الاهلي في اول مباراه رعونه مهاجمين قللت حضوره في المباراه، تكلم عن فرصتين او ثلاثه في اول ربع ساعه كان الاهلي قادر ان يصعب المباراه على ابها. تكلم شوف الفرصه الاولى لغريب، كذلك فرصه اخرى لمجرشي، كذلك فرصه كذلك حتى لادواردو. فهذه التفاصيل اعطت افضليه لابها بخطا كذلك من تفاصيل بسيطه من مدافع الاهلي خبراني. كره للاهلي بدون اي خطوره، يعني تهدي المنافس هذا الهدف. فانت اذا هذه التفاصيل، التفوق اللي كان لك شوط اول كان تميز في الاهلي، اعاد يعني خطا مثل هذا اعاد الاهلي لصعوبات اكبر في المباراه. في شوط اول اعتقد انه مميز الاهلي وتميز فيه ادواردو، نقاط مهمه اعطت التفوق لابها وقللت من حضور الاهلي. اعتقد اللعب بثلاثي في عمق الدفاع واللعب كذلك باطراف هجوميه، واتكلم عن الجماعه والاسناد الكبير اللي حصل في هذه الجهه، لعلم مدرب ابها ان قوه فريق الاهلي من الوسكي. فهذا الشيء قلل من الخطوره خاصه الشوط الثاني بعد شوط اول. اعتقد انه هو الشوط الافضل للاهلي من مباريات سابقه. يكفي ان في هذا الشوط الاهلي وصل للمرمى كعدد تسديد او كخطوره اكثر من مباراه كامله في المباراه الماضيه مع الباطل اللي هو اقل من ابها فنيا. بالنسبه لدفاع الاهلي استمرار اخطاء الدفاع، لو تكلم عن دفاع الاهلي في الشراسه الدفاعيه، دفاع الاهلي في قطع الكرات اكثر من فرصه، كان دفاع الاهلي فقط مراقبه فقط زون ديفنس بدون اي ضغط على حامل الكره. شوف الكره يعني تدوير كره بشكل عرضي لفريق ابها بدون اي رقابه وبدون اي شراسه دفاعيه بدون اي يعني اي قطع كره. هذا سمح لفريق ابها ان يصعد خطوطه ويقلل الخطوره على مرماه ويصنع خطوره كذلك على فريق ابها على فريق الاهلي. فاعتقد شوط اول الاهلي اضاع فيه الفوز، شوط ثاني اعاد التوازن لفريق ابها وحصل على التعادل اللي اراه بالنسبه لفريق ابها بتنظيم دفاعي رائع.